السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية دفعة 23. زي ما قلنا كده بدأ تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، انخفاض تنسيق الثانوي العام بمحافظة القاهرة. الناس حبايبنا طلاب وطالبات محافظة القاهرة، الناس اللي كانت قلقانة ان مبيبقاش في مرحلة تانية، محافظة القاهرة تعلن عن تخفيض تنسيق الثانوي العام. الكلام ده لسه من حوالي ساعة. محافظ القاهرة، النزول بدرجة القبول بالأول الثانوي الصف الأول الثانوي إلى 235 درجة بدل من 245، يعني نزلت 10 درجات. بالإضافة يا شباب للخدمات نزلت كمان 10 درجات، يعني الأول كان الثانوي العام 245 نزل ل 235، وكان الثانوي الخدمات 205 نزل ل 195 في محافظة القاهرة. يلا خش بقى وعدل رغبات حضرتك، خش النهاردة بكرة مفيش مشكلة، هتلاقي الموقع مفتوح، عشان طبعا ده قرار من سيادة المحافظ، يبقى سيادتك على طول تخش وتعدل الرغبة بتاعت حضرتك وربنا يوفقكم. تابعونا هتلاقوا كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.